بعدين أولا بالنسبة لحزب الاستقلال فاعتبرنا أنه من ضروري أن نمس بكل ما هو مرتبط بالأمور القطعية اللي جات بها القرآن، ثم تم التأكيد على ضرورة أن يكون الاجتهاد في إطار مقاصد الشريعة. ثالثا تم التأكيد كذلك على ضرورة مراعاة الخصوصيات المغربية والإنسية المغربية، وكل الاقتراحات اللي قدمنا فهي كل تذهب في اتجاه أولا تعزيز تماسك الأسرة. أنتم تعلمون بأن هنالك ارتفاع كبير ديال الطلاق، والهدف هو ضمنه أن تبقى هذه الأسر قوية، وبالتالي اقترحنا كذلك أن يكون هنالك مسطرة الصلح أن تكون مأسسة ديالها باش أنه نزيد نضمن هذا التماسك. ثانيا أن كذلك دفعنا في اتجاه كذلك ديال ضمان والحماية ديال المصالح الفضلة ديال الأطفال، هو الخط النابض ديال الاقتراحات ديالنا، وهذا كله الهدف بالطبع وهو أننا نبنيو الجيل ديال اليوم وديال المستقبل. بما أن الحزب هو انعكاس للمجتمع المغربي فبالتالي لابد أن تخترقه فيما يتعلق بهذه القضايا. كثير من الأفكار والتخيلات والمواقف والتي ليست دائما على وئام وفي انسجام لاختلاف الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ولاختلاف المواقف التي تتأثر بهذه المرجعية أو تلك. إذن هذه الخلاصة جاءت من باب جدية التجمع وتقديره لحساسية هذا الموضوع وسعيه إلى التجاوب المخلص مع إرادة جلالة الملك في الارتقاء بالمدونة وتجويدها وتنقيحها. لأن المقترحات التي تقدمنا بها اليوم يحكمها هاجس إيجاد التوازن الدقيق بين الحرص على تماسك الأسرة وانسجام الأسرة وحقوق المرأة والمصلحة الفضلى للطفل، وأيضا حقوق الرجل باعتبار أن الإصلاح يستهدف إلى تمكين بلادنا من مدونة عصرية تراعي كل حقوق كل الأطراف وتدافع عن المصلحة الفضلى للطفل. إن بمجموعة من المقترحات همت تزويج القاصرات، كذلك تدبير النفقات، تدبير الذمة المالية، كيف يمكن أن تكون مستقلة ويمكن أن تكون مشتركة، كذلك رعاية الأطفال، إثبات النسب، كذلك مجموعة من المقترحات، كذلك الولاية، الحضانة والولاية. إذن هذه إشكالات مطروحة وبحدة في المجتمع، لا بد أن نتجاوب معها ولا بد أن نرفعها، لأن هناك القانون صحيح ولكن هناك ممارسات إلى جانب هذا القانون، وتحددنا كذلك عن الإرث والتعصيب إلى غير ذلك. إذن الأسئلة الموجودة في الساحة كلها حاولنا أن نجيب عليها بمنظورنا التعادلي الوسطي الذي يمتح من مرجعية إسلامية دون شك، ولكن بوسطية يعيشها دائما حزب الاستقلال. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيسبريس.